بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. ما زلنا في أيام شعيرة الحج، هذه الأيام المباركة العشر الأول من ذي الحجة. الله عز وجل يقول في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وفي سورة آل عمران الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالحج رحلة إلى الله، رحلة إلى الله بالقلب والبدن، وهذه رحلة كلها فوائد ومنافع لمن شهدها بل حتى لمن غاب عنها، لأن هذه الأيام أيام الحج فيها خير أيام العام للعشر الأول من ذي الحجة، وأيضا فيها يوم عرفة. لذلك حول بعض فوائد ومنافع تلك الرحلة العظيمة، رحلة الحج، نتحدث في حلقة اليوم من يستفتونك مع فضيلة الشيخ الدكتور جعفر الطلحاوي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. لكن بعد أن نقدم بهذه المقدمة السريعة حول مناسك الحج المختلفة وحول هذه الشريعة العظيمة من شعائر الإسلام، فربما يكون هذا الركن الأعظم وهو أحد أركان الإسلام الخمسة كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، حديث الذي نحفظه جميعا منذ الطفولة. ومن هذه الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام هو حج بيت الله الحرام. فسبحان الله، المسلم عندما يكون في سفر فربما يكون هذا السفر مدعاه إلى ربما ترك ما كان يفعله من طاعات مثلا، وللأسف يعني قد يكون هذا باب للمعاصي، لكن هذه الرحلة تحديدا هي رحلة للطاعة ورحلة إلى الله، وفيها الكثير من الفوائد والفضائل المختلفة. نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور جعفر الطلحاوي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا أخي الحبيب النجيب الأستاذ خالد والإخوة الأحبة فريق البرنامج وإدارة القناة والمشاهدين الكرام لهذه القناة المباركة، والمسلمون جميعا في علم الله، في ملك الله، في دوام الله، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام شيخنا الحبيب، مشتاقين والله لحضرتك كتير. دكتور، يعني كنا تحدثنا في حلقة سابقة عن بعض فضائل ومنافع رحلة الحج، وإن شاء الله في هذه الحلقة نستكمل بعض أيضا هذه الفضائل والمنافع، سواء للحجيج أنفسهم أو حتى لمن هو يعني يعيش هذه الأيام لكن لم يكتب له الحج. إن شاء الله. إن شاء الله. الحمد في كل زفير وشهير لله في يوم الله جميعا علمه. الحمد لله يبلى جديده ولا تبلغ حدوده ولا يحصى عديده ولا يفنى مديده ولا يفرغ مزيده ولا ينتهي أمله في مثله في مثله، وهكذا دوليك صمدا في صرمة بدوامه. ومع كل حمدلة مني أو من أحد فإنا نؤمن على حمدهم، فاكتبنا اللهم من الحامدين معهم، واكتب لنا مثل هذا الحمد وعدده حتى نكون بمنك وقولك وفضلك أفضل عبادك يوم القيامة، كما في الصحيح: أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. والشهادة لله تعالى بالوحدانية في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولصفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد بالنبوة والرسالة. اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها وحققنا بحقائقها ودقائقها ورقائقها ووثائقها، وعصمنا بمنك وطولك وفضلك منا واقضي ما أحيتنا، فلا عاصم إلا أنت، منة منك وكرما كما قلت، وقولك الحق وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. بعد الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولسيدنا محمد بالنبوة والرسالة، أصلي وأسلم على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه كل زفير وكل شهيخ في علمك في ملكك في دوامك عدد وملء وزنة خلقه، عدد وملء وزنة كل شيء في علمك، عدد وزنة وملء كل ما أحصى كتابك وجرى به قلمك وحاط به علمك وسعت رحمتك وعلمك وعرشك وكرسيك ومشيت مشيئا بعد، ملء وزنة أرضك وسمائك وما بينهما وما فيهما وما فيما بينهما في الدنيا والآخرة وما شئت من شيء من بعد، عدد ما في أرضك وسمائك وما بينهما وما فيهما وما فيما بينهما في الدنيا والآخرة وما شئت من شيء من بعد. وكلما صليت أو سلمت أو صلى أو سلم عليه أحد من خلقك في علمك في ملكك في دوامك فإنا نؤمن على صلاتهم وسلامهم، فاكتبنا من المصلين والمسلمين عليه معهم وفيهم، واكتب لنا مثل هذه الصلاة والسلام وعددهما في
في مثل وعدد صلواتك وسلامك علي في علمك في ملكك في دوامك في مثله في مثلي وكذا دواليك صرمدا في صرم بدوامك حتى نكون بمنك وطولك وفضلك أقرب أكثر خلقك صلاة وسلاما علي وأقرب خلقك يعني منه مجلسا يوم القيامة وأولى الناس به يوم القيامة اللهم آمين. وبعد فلقوله تعالى وذكرهم بأيام الله وذكرهم بأيام الله نحن الآن في أفضل أيام الدنيا كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أيام العشر أفضل أيام الدنيا وهي العشر الأولى من ذي الحجة ومعلومة لغوية مهمة عندما يطلق اليوم في الكتاب والسنة فيقصد به الفترة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والليل يكون من غروب الشمس إلى طلوع الفجر معايا أخي طارق؟ معاك دكتور نعم أيوة يعني اليوم دكتور يطلق على النهار جدا أقول اليوم عندما يذكر في الكتاب والسنة يكون المقصود به الفترة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلى غروب الشمس نعم والليل يكون المقصود به الفترة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر أي نعم فالقرآن فرق بين اليوم والليلة عكس ما عند العامة من الناس العامة من الناس بل الكثير من الناس يقول بت عنا بعد يوم يقصدون اليوم والليلة أي نعم هذا غير متوافق وغير دقيق وغير متطابق مع الكتاب والسنة أيوة. القرآن يقول قال تعالى سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام وثمانية أيام حسومة أيوة. يبقى سمى الأيام وسمى الليالي فلما ذكر الأيام مقابل الليالي دل على أن اليوم الفترة النهارية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وليل الفترة المسائية من غروب الشمس إلى طلوع الفجر أيوة. كذلك مما يدل على تأصيل هذا المعنى لأحبتي في الله تعالى آيات الصيام في سورة البقرة يقول عز من قائل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر والمقصود بالبياض هنا بياض النهار والسواد سواد الليل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وصوم المسلم إنما يكون في النهار أي في اليوم وليس في الليل وهكذا كذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول إذا غربت الشمس وأدبر النهار وأقبل الليل فقد أفطر الصائم مجرد ما الشمس تغرب ويدخل النهار بغروب الشمس ويدخل الليل فقد حل موعد إفطار الصائم سواء أكل أو لم يأكل شيئا وهذه الأيام العشر الأولى بينها ارتباط وثيق وبين العشر الأيام الأخيرة من رمضان هناك ارتباط وثيق بين الأيام العشر الأولى من رمضان والعفر من ذي الحجة والأيام العشر الأخيرة من رمضان في العشر الأواخر من رمضان ابتدأ نزول القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وفي العشر الأوائل من ذي الحجة اختتم الله تعالى نزول القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام نقطة مهمة جدا أرجو الالتفات إليها أي نعم العشر الأيام الأخيرة ولياليها من رمضان ابتدأ نزول القرآن الكريم وافتتح نزول القرآن الكريم على النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى كما قلنا في شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقلنا قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وليلة القدر في رمضان وكما قلنا قوله تعالى في الدخان حاميم والكتاب من إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين وفي سورة الشعراء نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ثم ظل يتنزل القرآن بعد ذلك على مدار 22 عاما ونصف حسب الحوادث والمناسبات والظروف وغيرها على مدار 22 عاما ونصف ثم اختتم نزول القرآن كان في العشر الأواخر في العشر الأول من ذي الحجة حيث نزل على النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهذه آخر آية دكتور هذه آخر آية نزلت من القرآن هذه الآية القرآن ككل أي نعم القرآن ككل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وذلك يقال الرسول بعدها لم يعش إلا قرابة 80 يوما بلياليها ثم أدركته المنية وصعدت روحه إلى الرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه له أبي أمي هذا ارتباط وثيق أقول بعض السلف كان يقول كان السلف الصالح يعظمون
ثلاث عشرات. سلف الصالح كانوا يعظمون ويهتمون بثلاث عشرات. أخي طارق معك دكتور. نعم العشرة الطيبة. أي نعم عشر ثلاث عشرات طيبة. عشر يعني نقصد عشر أيام يعني دكتور. إحنا كده عارفين اثنين منهم اللي هم العشر الأواخر من رمضان وأول ذي الحجة. أيوة والعشر الثالثة هي العشر الأولى من المحرم. من شهر المحرم. أيوة لأن فيها اليوم العاشر من المحرم الذي نجى الله تعالى فيه موسى وأغرق فرعون ومن معه. اللي هو يوم عاشوراء. موسى ينظر ما أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. أي نعم. ولذلك صام الرسول هذا اليوم عليه الصلاة والسلام شكرا لله أن أهلك عدوه. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يمن عنا بهذه النعمة وأن يهلك أعداءه وأعداءنا وأعداء الإسلام حتى نصوم لله سبحانه وتعالى شكرا كما صام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شكرا وهكذا. الرسول لما وجد اليهود يصومون عاشوراء العشر من المحرم سألهم لماذا تصومون هذا اليوم؟ قالوا هذا يوم نجى الله تعالى فيه موسى وأغرق فرعون ومن معه فنحن نصومه شكرا لله. فقال الرسول نحن أولى بموسى منكم. وبالمناسبة الرسول كان يصوم عاشوراء قبل أن ينتقل من مكة إلى المدينة، فقد كان المشركون في مكة يصومون أيضا عاشوراء. لكن كيف كانوا؟ لماذا كانوا يصومون يوم عاشوراء في مكة قبل المدينة؟ من إرث إبراهيم عليه السلام، من إرث إبراهيم. ولذلك يعني أحد السفهاء بيقول إيه؟ بيقول في كتب السنة والسيرة إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بالقدس صلى بالأنبياء جميعا، ثم صعد به أو عرج به إلى السماء العلى فأوحى الله تعالى إليه بالصلاة وفرضت عليه الصلاة في السماء. فيقول هذا السفيه من سفاهته رجلا كان امرأة ولا أذكر الاسم إنما العبرة بالعموم لا بالخصوص، فيقول إذا كانت الصلاة فرضت في السماء بعدما التقى بالأنبياء في المسجد الأقصى بالقدس فأي صلاة صلى سيدنا محمد بالأنبياء جميعا؟ صلى بهم بصلاة إبراهيم، صلى بهم بصلاة إبراهيم. يعني سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، أبونا يعني كما قال تعالى في الحج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبله. والمشركون أيضا في الجاهلية كان عندهم من إرث إبراهيم عليه السلام رعاية الأشهر الحرم كما قال تعالى في سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض من أعقاب الحرم. وسيدنا محمد كان بيتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد أذن من سعيد جبريل عليه السلام ويقول له اقرأ فيقول ما أنا بقارئ، اقرأ فيقول ما أنا بقارئ. وبعدين بعد كده في العام العاشر من الهجرة أسري به صلوات الله وسلامه عليه إلى السماوات العلى حتى كان قاب قوسين أو أدنى. يبقى إجابة على سؤال هذا السفيه اللي بيقول أي صلاة صلىها الرسول بالأنبياء قبل ما يعرض به إلى السماء المفرد الصلاة صلى بهم بصلاة إبراهيم عليه السلام. ولذلك شوف مثلا سيدنا عيسى عليه السلام اللي كان أبي سيدنا محمد وآخر أنبياء بني إسرائيل وهو الذي بشر بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما في سورة الصف وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين لدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. سيدنا عيسى عليه السلام يقول في سورة مريم لما أنطق الله تعالى وهو ما زال في المهد صبيا، اقرأ قوله تعالى في سورة مريم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبنو إسرائيل كانت عليهم صلاة، اقرأ قوله تعالى في سورة البقرة وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر هذا النص الكريم. هذا إجابة على هذا السؤال الذي يتردد وقد جاءني هذا السؤال من الإخوة الأفاضل. طب دكتور بالنسبة لرحلة الحج دكتور نحن في أفضل الأيام. احنا كنا نتحدث عن افضل الايام. نعم نحن في افضل الايام. الايام دي الايام العشر الاولى من ذي الحجه وهي يعني بقيه اشهر الحج. نعم هذا راي عند بعض الفقهاء، والبعض الاخر يقول ان ايام الحج ممتده الى نهايه شهر ذي الحجه لقوله تعالى الحج اشهر المعلومات. اشهر المعلومات واشهر جمع شهر، اشهر جمع شهر واقل الجمع ثلاثه، فتكون اشهر الحج ثلاثه شوال وذو القعدة وذو الحجة بالكامل. هذا الرأي يقول به الإمام أحمد بن حنبل وكثير من السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولذلك عندنا بعض أعمال الحج في اليوم العاشر في اليوم الحادي عشر
من ذي الحجة، في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة رمي الجمار الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وهكذا. ولذلك يعني نحن في أيام تعتبر من الأشهر الحرم، لأن ذي الحجة من الأشهر الحرم لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، والأربعة الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة اللي احنا فيه الآن، اليوم فيه رابع، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وبعدين شهر رجب. وأشهر الحج كما قلنا شوال وذو القعدة وذو الحجة، فهذه الأيام لها ميزة أنها من الأشهر الحرم وأنها كذلك من أشهر الحج. ولذلك الرسول أوصى، ولذلك الأعمال الصالحة في هذه الأيام مضاعفة الأجر والثواب، والأعمال السيئة أيضا مضاعفة فيها العقوبة لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض من أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فظلم الإنسان النفسي في هذه الأيام بعمل المعاصي والسيئات مضاعفة العقوبة عند الله تبارك وتعالى. نعم.